ادخل. خير يا فندم؟ في خبر مش كويس بس لازم اقوله لك. في ايه يا فندم؟ حاجه قلقتني. في افراد مجهولين اقتحموا اليخت اللي فيه المخدم حسام وزوجته سلمى واعتدوا عليهم بالضرب. امتى حصل ده؟ النهارده الصبح. طب وحسام كويس؟ حسام دلوقتي في العنايه المركزه في مستشفى في الغردقه. طب وسلمى؟ سلمى تعيش انت، شد حيلك يا محمد. للأسف المدام جت لنا خلصانة، ما لحقناش نعمل لها حاجة وماتت هي والجنين اللي في بطنها. هي كانت حامل؟ لا لا. طب وحسام يا دكتور؟ وضعه سيء، أنقذه في الوقت المناسب. الحمد لله انكتب له عمر جديد. يعني حالته هتتحسن إن شاء الله. إن شاء الله يا ابني، لازم يكون في أمل. ادعي له، ادعي له. ربنا معاك. الحمد لله على السلامة محمد بيه. الله يسلمك. أنا رقيب إيهاب هيبة من غفر السواحل. إيه اللي حصل؟ في الحقيقة إحنا جات لنا إشارة استغاثة من يخت في عرض البحر، وحددنا مكانه من خلال الجي بي إس. ألف مبروك علينا يا كبير. اجده جابر ومحروس يرتاحوا ودمهم يبرد في تربتهم. المهم حشوفك ميته، ما تعوقش علي يا ابوي. وعليكم السلام. ايوه جده ميل وسقيني يا ود عمي، ميل وسقيني. انا مش عشطان يا كتابي تخسر. اهدي، هو انت ما بتعرفش تقرا؟ لا، يبقى ملك. ملك ميل وسجيني. انا مش عشطانه يا واد عمي، حبك يرويني. ميل وسجيني يا واد عمي، ميل وسجيني. يا سلام يا سلام عليك يا سيدي، الناس لما بتبقى رايق. طب فرحنا معاك وقول لنا فيه ايه. الكلب الظابط اللي كان فاكر نفسه يا مهنا ويا مهناك، ونطط لنا في كل عمليه واخر المتمه استجرى وبدي يد وقتل اخويا جابر. كان لازم نجيبه خبره. صح صح. وعملتوا فيه ايه؟ ولا حاجه، ذبحنا له مرته، وبعد كده قتلناه ورمينا جثته للسمك. يستاهل قتل القتله دي. ايوه يستاهل، يستاهل. الله يرحمه. بتقول ايه؟ انا قصدي اقول الله يرحمه غرف دهي. ميل وسجيني يا لا تاني تاني يا واد يا واد يا واد يا واد يا ولا حيعيشكم غسلني وانا بالهوى. يا واد يا واد يا واد يا ولد من صغر سني وانا بالهوى. انا محمد. حسام فين؟ حسام فين يا محمد؟ حسام فين؟ بنتي بنتي فين؟ سلمى فين يا محمد؟ انت يا محمد سلمى فين؟ ما تنطق بنتي فين؟ سلمى فين؟ انت زوز، ايه رايك في شقتنا الجديده؟ شكلها وشها هيبقى حلو علينا. يلا هعمل لك الغدا. لا حبيبتي مش نفسي.
ليه مالك؟ انا جيت بس عشان اقول لك حضري لي شنطه عشان لازم امشي على طول. حضر لك شنطه، انت رايح فين؟ مفيش حاجه بتصل. اصل ايه يا معتز، في ايه؟ حسام وسلمى مالهم؟ ناس طلعوا عليهم هما في الغردقه او ضربوهم. طب حصل لهم ايه؟ حسام في العنايه المركزه، حسام ما تعيش انت. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. ايه اللي انت عملته ده يا سمونير؟ يا فتاح يا عليم، انا ازاي كريم على الصبح؟ ايه الدخله دي؟ مفيش صباح الخير. وهيجي منين الخير؟ الله، مالك يا بنتي؟ في ايه؟ بقى اخوك اللي من لحمك ودمك تمضيه على ايصال امانه، مش عيب عليك يا منير؟ الله 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 الله، انت عرفته ولا ايه؟ هو في حاجه بتستخبى؟ يا بنت يا بنت، انا بضمن حق انا وانتي، احنا اخوات شايق، الشرع بيقول كده. بقى الراجل متعشم فيك خير تقوم تذل نفسه وتمضيه على ايصال امانه يا منير؟ اخص عليك. وطي صوتك يا بنت شويه ولم نفسك فيه يا منير. هو انا لسه عملت حاجه وديني وما اعبد، لكن قايله للحاج وحكياله على كل فضايحك، واللي يحصل يحصل. اعمل اللي انت عاوزاه، واعلى ما في خيلك اركبيه يا منيره، وانا حر. ماشي ماشي يا ابن ام وابويا، انا هوريك انا هعمل ايه. الله يرحمك يا حسام بيه انت ومراتك، يا ما حذرته، قلت له يخلي باله من منصور، استهون بكلامي وادي النتيجه. جرى ايه يا طاهر؟ امسك اعصابك لحد ياخد باله من حاجه، ده انت في عش الدبابير، دول علم ديابه. وهدان طاهر، انت زفت يا طاهر، انتم نمتم؟ ايه امرك يا سيدي الناس؟ هات لي قزازه شمبانية، اصل ما جانيش نوم واصل، عاوز احتفل على روح المرحوم النهارده. اوامرك يا سيدي الناس. قوام. الله يرحمك يا حسام باشي، على اخر الزمن هفرج ويسكي وشمبانيا على روحك. قول يا طاهر. ازاي يا حيوان تخون اخوك وتكتبه وصل امانه؟ وايه الغلط في كده؟ مش المبلغ اللي طلبه كادو؟ هو تاجر من التجار اللي متعامل معاهم، ده اخوك. انا ما عنديش في السوق اخوك ولا ابوك، ان كنت اخوات تتحاسبوا. هتفضل طول عمرك جشع واناني. هو بلاش بلاش احافظ على حقي وحق اختي شقيقتي؟ اختك منيره شقيقتك اللي بقالك 3 اشهر ما اديتهاش شهريتها؟ يابا انا عملت معاها كده علشان شايف جوزها قاعد على القهوه طول النهار شافت بطنه ومعدي، لا شغله ولا مشغله، وبالمره شد عليه شويه. شد عليه ولا تشفطهم لحسابك يا ضلالي؟ انا يابا مش حرامي، ما سرقتش حد. لا انت فعلا سرقت، لانك حسبتني على شهريه منيره 3 شهور اللي فاتوا وضربتهم في جيبك. مش في جيبي يابا، انت ما تعرفش حاجه، انا البنت منيره ديت عبيطه وجوزها عبيط، رحت مدبسها معايا في جمعيه كده 3 اشهر وفاجئها الاخر. انت كذاب وحرامي. وانت طول عمرك بقى بتميز معتز بن سميحه عننا. انت اللي طول عمرك غبي واناني وعندك عقد نقص. عقد النقص دي اتعلمتها منك ومن انانيتك ومن ظلمك لينا. اخرس يا كلب. اوعى تمد ايدك عليا تاني، من الصغير انا كبرت. كبرت كبرت على ابوك يا سافل، بترفع ايدك عليا وعاوز تضربني. انا بدافع عن نفسي، انا دلوقتي عندي 45 سنه، من الصغير انا مش لسه في حضانه. يا ريتني ما قابلت امك ولا خلفتك. انت 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 ها قلبي قلبي شويه، قلبي قلبي، ما بدل قلبك ضعيف كده بتدخله ليه معاك في خناقات؟ Thank you.
اتفضل يا سيدي. وهدان قوم يا سيدي. اقعد. قل لي يا وهدان، انت ايه اللي جابلك تقعد حدايا هنا وانت عارف زين ان الحكومه بتدور علي وممكن كلنا نروح في داهيه؟ انت صحيح ما خبرش انا عملت كده ليه؟ انا اقول لك وانا عاوز اسمع. انا زي ما انت خابر وحداني، بوي ميت وامي هتشتغل خدامه حداكم في البيت الكبير، وانا صغير كنت انت دايما بتلعب معاي زي اخوك، واما كبرت خدتني معاك مصر ام الدنيا. لا عمرك استكبرت علي ولا استعليت ولا تنكورت علي زي بقيت الخلق، دايما كنت ظهري وحمايتي، اكل واشرب وانكسي من خيرك انت، وانت على قلبك كل ده زي العسل. بعد ده كله عايزني هملك لوحدك في شدتك؟ يا سيدي ده انا ابقى جليل الاصل وناكل للجميل للدرجه دي؟ بتعزني يا وهدان؟ لا لا اكتر بكتير، انا عندي استعداد احط حياتي في كفي وعرض نفسي للموت ولا ان مخلوق يمس لك طرف. تعرف يا وهدان انت كبرت بنظري قوي بعد الحديد دي. دي مش حديد يا سيدياب، مش حديد، دي الحقيقه، وانا مهما عملت مش هوفيك حقك. ربنا يخليك لي يا وهدان. ويخليك لينا يا كريم. بصحتك. بصحتك. الحمد لله على السلامة يا حسين. حبيبي يا حسين انت فقت. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. رد علي يا حسين، رد علي يا حبيبي. حسين ربي حسام علينا، طمني يا حسام وقول اي حاجة. استنوا علي شوية، استنوا علي شوية حبيب قلبي. الحمد لله يا رب حبيبي، حبيبي قبلي. الحمد لله سلامتك يا حبيبي، ألف سلامة. بالشفي. تسلم ايديك يا ابني. ها تحب احميك؟ لا لا بلاش دلوقتي، خليها بعدين. طيب اللي تشوفه ياب بالاذن. بقول لك ايه؟ ايه اخوك كامل فين؟ تلاقيه متلجح على القهوه، ما انت عارف لا شغله ولا مشغله. مالكش بركه الا هو ده، مهما كان اخوك الصغير ده غلبان، ملوش حد بعد اللي عندي. خلاص بقى، خلاص ما تكرهنيش فيه اكتر ما نكرهه. خلاص هخلي بالي منه عشان انت عايز كده. ما تقلقش، انا اهم حاجة عندي دلوقتي ان انت تنام وتستريح. فعلا انا عايز انام واستريح. حبيبتي يا ماما اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله يا عصمة تاني.
طب والله أنا حزينة عليها أكتر من حزنك عليها. وانت يا حبيبتي اللي حزنك؟ ما انت ابنك عايش والحمد لله. قصدك ايه يا عصمت هانم؟ قصدي انت عارفة كويس قوي ده اسلوب تكلميني بيه وانا جاي اعزيكي ببنتك اللي هي كانت مرات ابني. اديكي قلتي كانت. ما تجيبي من الاخر وتقولي انت عاوزة ايه بدل ما انت عمالة تلف وتدوري في الكلام. عايزة اقول ان ابنك سيادة المقدم المحترم هو السبب في موت بنتي. حسام؟ وفي غيره كان وشه أزم السعد علينا كلنا. يا ماما ما يصحش كده. اسكت انت يا طنط. يا طنط اللي حصل ده كان قضاء وقدر، واللي حصل لحسام ما كانش شوية. ما تقلقيش بكرة يقوم لكم زي الجن. لا انت زودتيها قوي يا عصمت هاني، بس انا عارفة ان الدنا غالي وعشان كده هقدر موقفك. عن اذنكم ثواني يا طنط هاجي اوصل حضرتك. لا يا حبيبي كتر خيرك انا نازلة لوحدي. حقك عليا يا ماما. ولا يهمك حبيبتي. انا اسفة. ما كانش صح يا طنط انك تكلمي ماما بالطريقه دي، وخصوصا يعني انها في بيتك. يا شيخه انت رخره. انا داخله اوضتي. الحمد لله على السلامه يا حسام، نورت بيتك. يا حسام بقولك نورت بيتك. توحد الله كده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا عارف إن الصدمة كانت شديدة، بس ده قدر ربنا ولازم نقبله. نعم بالله، نعم بالله. بقول لك ايه؟ ما تيجي تقعد معانا في البيت اليومين دول، على الاقل تبوظتنا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا هبات هنا يا محمد مع سلمى. استهدى بالله بس يا حسين. سلمى هتقعد مع سلمى ازاي بس؟ انت مش مصدق ان انا هبات مع سلمى؟ والله هبات مع سلمى. انت فاكرني مجنون صح؟ اخوك ما اتجننش، هبات مع سلمى وانت روح. سامع صوتها تنده اللي جوه، روح انت عشان ادخل لها. سام اديني جيت البيت يا ست. انت فين بقى؟ فين؟ سبتيني لوحدي ومشيتي؟ كده سلمى؟ وانت عليكي؟ بس مش انت اللي غلطانة، انا اللي معرفتش اعمل لك حاجة. بس والله العلي العظيم غصب عني، غصب عني، غصب عني يا سلمى. والله والله غصب عني يا حبيبي، غصب عني، غصب عني، غصب عني يا سلمى. ايه يا جماعه؟ طب قولي بقى عامل ايه دلوقتي؟ انت ايه اللي جابك؟ ليك عين تيجي بعد العمله السوداء اللي انت عملتها دي؟ انا يا منير؟ ايوه انت،
مش انت اللي رحت وقلت له موضوع ايصال الامانه اللي حصل ما بينه وما بينه؟ والله العظيم ما حصل. اخس 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 عليك يا ابو نسب اخس. كل ده يطلع منك انت يا ميزو. تعرف تسكت انت خالص؟ يا جماعه بقول لكم والله العظيم ما حصل. اعملهم عليا اعملهم عليا يا معتز، وش في بطنك وعدي واعمل نفسك ما عملتش حاجه خالص. عيب كده يا مدير، احترم نفسك يا اخي. طب قسما قسما انا اللي حكيت لبابا. يا نهارك اسود يا منيره، اخص عليكي دي برضو عامله تعمليها. وانت مالك انت؟ اخواته بيتكلموا مع بعض، انت ايش حصلك؟ دي كده يا منيره بس، ما انت عارفه ان بابا تعبان. بقى انت اللي عملتي كده يا وش المصايب. الهي يجيلك انتفاخ في بطنك ما تعرفي تعدي. ان موريتك وقلت له كمان ان انت بقالك مده ما اديتنيش الشهريه بتاعتي يا ضلالي يا حرام. عيب كده يا منيره، ده اخوك الكبير. ايوه صح، عيب كده يا منيره، ده اخوك الكبير مهما كان منير. عيب، ما صحش تكلمي كده ابدا. ماشي يا منيره، ان موريتك ما بقاش انا. بعد اذنكم انا اخش في بابا. يعني كان لازم الغردقه دي يا ابوي؟ اصل الدكاتره اللي هناك متعلمين ومتنورين، اتاتزه كبار احسن من الاحدانه هنا. وهتقعدوا لحد متى يا ابوي؟ مش هنعوج ان شاء الله. اول ما اطمن عليها وعلب بطنها هنعوده طوالي. بتجيب لي معاك مشبك وانت جاي يا ابوي؟ واه ليه؟ وانا قلت لك ان رايح مولد جاك ضربه ببطنك. يلا يا حكمت. انا جايه. ها ترجع بالسلامه يا ابوي. ترجع بالسلامة، ما تغيبش علينا. مع السلامة يا بوي. ما عاوزينش حاجة من هناك. وهيعوزوا ايه؟ ما كل حاجة حداهم. عاوزينك ترجع لنا بالسلامة يا حكمة. خدي بالك من نفسك ومن اللي في بطنك يا حكمة. يلا يا بنتي على بركة الله. يدك يا بوي. مع السلامة، مع السلامة يا بوي. والله ولفيتي على الكبير زي الحياة يا حكمت. كيف حالك صبي؟ السلام عليكم يا فندم. طب نمت بالدخل المؤاخذه يا باشا. وعصبي كده ليه؟ عصبي كده ليه؟ ابدا يا باشا، كل ما هنالك ان انا ضابط شرطه مراته اتدبحت قدام عينيه ووقف زي معرفش يعمل حاجه. ادي كل الحكايه. حسام انا مقدر موقفك وفعلا عايز اساعدك. سعادتك عايز تساعدني يبقى تستعجل اذن النيابه وتؤمر معاليك باقتحام الاماكن دي. ايه الاماكن دي؟ دي الاماكن اللي احتمال يبقى مستخبي فيها دياب ابن منصور البطاش. عملت تحريات على الاماكن دي قبل ما اقتحمها؟ من غير تحريات يا باشا، انا متاكد من اللي بقوله. متاكد؟ ده كلام يا حسام، انت عارف ان احنا بنشتغل بالطريقه دي؟ يا فندم انا مش ضابط شرطه بيجيب حق دوله، انا بني ادم مذبوح. مذبوح يا باشا، وجرحي بينزف ومش هيهدى لي بال غير لما اخد حق مراتي من اللي ذبحوها بسكينه تلمع قدام عيني. حسام روح دلوقتي وهدي اعصابك وسيبنا نشوف شغلنا. مش هرتاح يا فندم ولا هيهدى لي بال غير لما اخد حقي، ولو ما خدتوش بالقانون سامحني هاخده بايدي. حسام ما تنساش انك ضابط شرطه والمفروض تحافظ على القانون مش تكسره. والعداله البطيئه ظلم، العدالة البطيئة ظلم، وربنا ما يرضاش بكده. ومش هستنى لما تجيبوا لي حقي ده، لو عرفتوا تجيبوه يا باشا. أنا مش هحاسبك دلوقتي لأني مشفق عليك. أنا مش عايز حد يشفق عليا، ولا عايز أصعب على حد، ولا حد يعطف عليا. أنا عايز حق مراتي يا فندم، وإلا قسما بالله حاخده بإيدي. حسام أنا بعاملك لغاية دلوقتي كابني، أرجوك ما تضطرنيش إن أنا عاملك رسمي. حاضر يا فندم. سيادة المقدم ما تنساش انك بتكلم لواء. وسعادتك ما تنساش انك بتكلم بني ادم. تمام سعادتك. اللي اقول يا كبير. ايوه يا دكتور. ايه ده اللي هنلاقوه في البحر ده كله؟ صبر اصبر يا بيه. من ورا